طيب احنا كده هنبدأ بقى في المجموعة رقم ج، المهندسون مبدعون المؤمنون صادقون. طيب المهندسون مبدعون ده ايه يا ميس؟ ها جمع. الجمع ايه؟ جمع مذكر سالم. ايه هو جمع المذكر السالم؟ هو ما دل على اكثر من اثنين بزيادة واو ونون او ياء ونون على صورة المفرد بتاعه. بس احنا اللي يخصنا النهارده في الدرس المرفوع اللي هو الواو والنون. خلاص؟ طيب المهندسون مبدعون، يا ترى يا ميس لما الاقي الكلمة عندي جمع مذكر سالم هيبقى علامة الرفع ايه؟ ها بص معايا كده، جمع المذكر السالم علامة الإعراب بتاعته أو علامة الرفع بتاعه الواو. طيب تعالى هنعرفها ازاي؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر ايه؟ سالم. طب يلا يا مريم أو يا رؤى نعرف كلمة مبدعون. ها برافو، خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه ايه يا ميس؟ جمع مذكر سالم. برافو عليك. يبقى يا ميس علامة الرفع الواو بس معاها واحد بس اللي هو جمع المذكر السالم. بالظبط كده، كل المثنى ليه علامة واحدة، الجمع المذكر السالم ليه علامة واحدة، بس الضمة معاها تلاتة. خلاص؟ طيب المؤمنون صادقون، برضه على كلمة المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. يا ترى ليه؟ يا ترى ليه يا محمد؟ ها يا ترى ليه يا ياسين؟ عشان لأنه جمع مذكر سالم. طيب صادقون خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. خلاص؟ لحد دلوقتي في حاجة مش مفهومة؟ يبقى احنا خدنا ثلاث علامات رفع، ثلاث علامات رفع بس الضمة معاها ثلاثة، إيه هما؟ مفرد، جمع تكسير، جمع مؤنث تاني. طيب الألف معاها واحدة بس، ايه هو؟ المثنى. طيب الواو برضه معانا واحدة بس، جمع مذكر السالم. يبقى انا يا ميس دوري ايه دلوقتي لما اجي اعرف؟ قبل ما تعرف شوف نوع الجملة اللي قدامي. نوع الجملة هي اللي هتحدد علامة الرفع. خلاص؟ مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث ثاني يبقى ضمة. طيب المثنى يبقى ايه؟ مرفوع وعلامة رفعه الألف. جمع المذكر السالم مرفوع وعلامة رفع الواو. أنا كلامي على المبتدأ والخبر، خد بالك أوعى تنسى. طيب لو جالي بقى سؤال في الامتحان أو في أي تدريب أنا بحله، صور الخطأ النحوي هنا في الجملة دي في حاجة غلط. طيب تعالى كده نفكر مع بعض، الطالبين ناجحان. طيب نوع الجملة إيه يا ميس؟ نوع الكلمة؟ ها المبتدأ هنا مثنى والخبر برضه مثنى. طيب تعالى كده بص معايا، الطالبين المثنى، والميس قالت لي ان المثنى علامه الرفع بتاعته الايه؟ الالف. برافو شاطرين البنات شاطرين. يبقى هنا لما اجي اعرف اقول مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف. طب هنا في الف، دي طالبين، هنا الطالبين دي اكنها منصوبه او مجروره، واحنا بنتكلم على ايه؟ ان المبتدا والخبر على طول مرفوعين. طيب هنا لما اجي ارفع المثنى هعرف ايه؟ يبقى علامه الرفع بتاعته الايه؟ الالف. شاطرين. يبقى الغلط يا ميس هنا، امال الصح اكتبها ايه؟ برافو شاطر يا ياسين انت ومصطفى، الطالبان، حط الالف يبقى هتبقى الايه؟ الطالبان. طيب ناجحان، تعالى كده نشوف كلمه ناجحان، برضه مثنى خبر مرفوع وعلامه رفعه الالف لأنه مثنى، يبقى إيه؟ موجودة الألف. برافو دي صح شاطرين. طيب المصريون مخلصين، المصريون مخلصين، المصريون مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، يبقى دي كده صح. طيب مخلصين مفروض تبقى خبر مرفوع وعلامة رفع الواو، ليه يا ميس؟ لأنه جمع مذكر سالم. طب هنا في إيه؟ الياء لا دي تخص الايه؟ النصب او الجر. يبقى احنا هنا المفروض تبقى كلمة، يبقى هنا الغلط هنا مخلصون. بالظبط تبقى هنا الواو دي. خلاص؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا النهارده علامات اعراب المبتدأ والخبر. عرفنا على طول ان الجملة الاسمية فيها ركنين اساسيين هما المبتدأ والايه؟ والخبر.
خبر. برافو عليك. وعلى طول يا ميس مرفوع عين. طيب هيختلف بقى العلامه على حسب نوع الكلمه اللي عندي. لو الكلمه مفرد يبقى علامه رفعها الضمه، لو الكلمه جمع تكسير يبقى علامه رفعها برضه الايه؟ الضمه. جمع المؤنث السالم علامه رفعها برضه الايه؟ الضمه. طيب لو الكلمه عندي سواء مبتدا او خبر مثنى تدل على مثنى اثنين او اثنتين يبقى علامه رفعه الالف. طيب لو الكلمه عندي سواء المبتدا او الخبر تدل على ايه؟ جمع المذكر السالم يبقى علامه رفعه الايه؟ الواو. طيب اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، واللي مش فاهم حاجه يبعت لي تاني ونعيد تاني مفيش اي مشكله. والحصه الجايه ان شاء الله او الفيديو الجاي هناخد تدريبات على الدرس ده. اتمنى ان انتوا تذاكروا عشان تعرفوا ايه تحلوا معايا.